صبا إن تجوز يوما على وادي قبا سل أهيل الحي في تلك ربا. ما يقول أهل أهيل يعني الباقين قلة من بني هاشم قلة. والإمام المهدي وجه واحد من بني هاشم فأهل الحي تقريبا خلصوا بقوا قلة منهم. سل أهيل الحي في تلك الربا هجرهم هذا دلال أم ملال هاجرين يدللون علينا. وهذا اللي يحب هذا اللي يحب مرات من هجرك يتدلل عليه ومرات لا والله مال منه فيقول هجرهم هذا دلال أم ملال مالين من عندنا لو تدللون علينا عاشر. عليكم السلام شيخ. لا لا شيخ لا لا يمنا 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 بعد يمنا تفضل الإمام هس شيخنا البهائي تو يا من السواليف هاي الكوسه كلها والابيات والحب هذا والعشق هذا اللي بين قصيدتك يقول هجرهم هذا دلال ام ملال صاحب الامر الامام المنتظر اليوم جمعه من بما ياباه لا يجري القدر كل شيء بيده باذن الله حجه الله على كل البشر خير اهل الارض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفوة الرحمن من بين الأنام الإمام ابن الإمام ابن الإمام الإمام ابن الإمام ابن الإمام قطب أفلاك المعالي والكمال. دوري يقول له يا ولي الأمر يا كهف الرجع مسني الضر وأنت المرتجى والكريم المستجاب الملتجى غير محتاج إلى بسط السؤال. يعني علمك بحالي يغني عن سؤالي تدري شوية شوية. فهاي قصيدة الشيخ البهائي من أجمل ما قيل فالنفس بيها حلو فالذوق